داخل الميدان ديالنا ونهزمنا في بعض المباريات خارج الميدان بهدف لصفر، يعني طريقة ما توقعناش، يعني الطريقة اللي تسجل بها الهدف ضد فريق المسيرة عن طريق ضربة كرة ثابتة، وكذلك الطريقة اللي تسجل بها الهدف ضد فريق الدشيرة. هذه كرة القدم من طبيعة الحال، الإنسان ما تتوقعش بعض الأمور من خلال مجريات المباراة، لكن على العموم أنا جد سعيد اليوم، خصوصا اليوم سعيد من واحد الناحية، سعيد في رجوع الفريق في النتيجة رغم النقص العددي، ولكن غير سعيد تقريبا أسوأ مباراة لعبنا هي مباراة اليوم، من ناحية اللعب، من ناحية بناء الهجمة من الخلف، الطريقة اللي كنا كنتحركوا بها في وسط الميدان. بكل صراحة قدمنا مقابلة سيئة جدا من حيث اللعب، ولكن رغم النتيجة الأداء ما كانش مقنع. أكيد 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 الأداء اليوم كان سيء بكل صراحة. واش اللاعبين ما تبعوش للتعليمات ديالك؟ وشنو كان في كان ما عرفتش بكل صراحه، ما عرفتش السبب. ممكن دخول الجمهور اليوم اثر عليهم، من زمان ما لعبوش امام الجمهور. حاولت انني نشرك بعض اللاعبين اللي هما شباب كرضا في وسط الميدان، كجمال بطبيعه اللي اصبح اساسي. فنرجع نقول على ان مباراه سيئه من الناحيه الفنيه، يعني انا اتكلم على جماليه اللعب، يعني احنا لسنا بالفريق اللي كيلعب كرات طويله في اتجاه المهاجمين، فكنحاولوا دائما بناء الهجمه من الخلف، مدافعين في اتجاه وسط الميدان وبالتالي على الاطراف او في اتجاه اللاعب ياجور. لكن اليوم لقينا صعوبات كثيره امام فريق اللي هو شاب، ما نساوش هذه النقطه، هذه كله طموح من طبيعه الحال. وتوقعت هذا الشيء، يعني ذكرت اللاعبين بهذا، قلت لهم الجمله اللي هي معروفه في الدارجه المغربيه، العود اللي حقرك يعميك. اللاعبين ديال المغرب التطواني ارادوا اظهار يعني امكانياتهم للاخ عبد اللطيف جريندو، واليوم بكل صراحه قدموا مقابله جيده. لكن يحسب للاعبين، لاعبي الزمامره ردت فعل في نتيجه المباراه من طبيعه الحال. تكلمت على ان مقابله سيئه من ناحيه طريقه اللعب تقنيا، لكن يحسب لهم العوده في النتيجه. بالنسبه للمستقبل ديالك، هناك عده اطراف كتسائل على المستقبل ديالك بخصوص مع نهضه الزمامره، شي تفسير شي توضيح؟ بصراحه يعني ما تحدثت مع حتى شي مسؤول من نهضه الزمامره بخصوص المستقبل ديالي. امامي مقابله ضد الخميسات، وكذلك مقابله اخرى ان شاء الله ضد الفريق الوجدي هنا بالملعب ديالنا، وبعد هذه المباراه ان شاء الله ما نقدرش نقول لك يعني المستقبل ديالي شنو هو المستقبل. انت ما عندكش عروض؟ والله ما عندي. لا العروض، لا باش نقول لك يعني ما عنديش شي خبر على المستقبل ديالي مع فريق الزمامه. فاش نقول لك الاهم جينا باش نعاونوا الفريق ونصعدوا به للمكان الصحيح ديالو. ما كتابش هذه الكره، ضيعنا بعد الماتشات اللي ما كانوش خصهم يضيعوا في الوقيته ديالهم. الكره هي هذه، كنتمنى حظ سعيد لنهضه الزمامره اللي صراحه شفنا منهم غير الخير. يعني فريق حصل على رتبه ثالثه، كنظن حنا في الصف الثالث الان، يعني ما نقولوش مرضيه لكن يعني مشرفه. يعني فريق كان ناوي يحقق صعود للقسم الاول، لكن ما حصلناش على هذه الاشهر القليله. فيعني كره القدم هي هذه، يعني ارتكبنا اخطاء في بعض المباريات، هذه غنستافدوا منها ان شاء الله للسنه القادمه ان شاء الله لما لا، وبالتالي نعزوا الصفوف ديالنا ان شاء الله، ولما لا الفريق يحقق الصعود ان شاء الله. الشركات متوجهه للتم والسير واللاعبين. اللاعبين ما لي الا نشكرهم، يعني قاموا بمجهود كبير، كذلك الاداره قامت بمجهود جبار، يعني هذه السنه هذه يعني دائما كانوا يعني كيف نقولوا وراء اللاعبين، تحفيزات يعني التضحيات ديالهم، الراحه ديال اللاعبين، فيعني حتى هما قاموا بالدور ديالهم. ما لي الا نشكرك كيف قلت لك. وكرة القدم هي هذه، الفريق كان كيف قلت لك السنه كان باغي يطلع، ما حققش الصعود، فكيف تنقولوا نشوفوا قدام ده. محسن، بالنسبه للمستقبل ديالك افتح لينا على المستقبل، دابا عندك فان كونترا. وصراحة مع كيف قلتي عندي فانت كونترا، انا الان مع يعني فريق اقترح لي ان شاء الله جديد، في انتظار ان شاء الله الجلوس مع الرئيس ان شاء الله في ايام مقبله ان شاء الله، وبالتالي اذا كنت راضي ما بين الطرفين ان شاء الله لما لا نجدد مع الفريق، لانه صراحة كيف قلت عنده جميع الوسائل ديال الفريق كبير، وبالتالي ان شاء الله يلقى السكه ديالو ان شاء الله باش يطلع للقسم الاول.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.